بيك كابتن شوبير، واهلا بكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، من هنا من داخل معسكر نادي الزمالك في مدينه برج العرب والاستعداد للموسم الجديد. سعدنا ان نلتقي بالمدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك كوتش باتريس كارتيرون. كوتش اهلا بيك على اون تايم سبورت، مرحب بيه طبعا في البدايه، وحابب ابدا معاه من التجديد لنادي الزمالك. اكيد خبر سعيد لكل جماهير نادي الزمالك، يقول لنا كواليس التجديد واهميته للتركيز في الموسم الجديد. Il y a plusieurs choses. Il y a premièrement mon amour du Zamalek. هو طبعا يعني التجديد ده بيمثل له يعني حاجه مهمه جدا، ان هو بيحب النادي جدا، ومن ساعه ما رجع هو بيقول هو عايز يوصل النادي لمنصات تتويج كتيره وياخد بطولات كتيره. خدنا بطوله الدوري ولسه عايز يدي اكتر كمان. وهو طبعا يعني الكواليس، الحاجات اللي في الظل اللي بتحصل، ان يعني كابتن حسين لبيب ومجلس الاداره شغالين جامد وبيقاتلوا جامد يعني عشان يجيبوا حقوق النادي وعشان يطوروا من النادي وعشان يصلحوا حاجات كثيره في النادي. وهو شايف ان هو حظه كويس ان هو عنده علاقه كويسه جدا بيهم وعلى تواصل دايما معاهم ومتفقين دايما في كل حاجه. كونتون دو سكي ان تران دات جيري ان سو مومون او نيفو دو زمالك. كلام كتير ان هو يعني قد يرحل مره ثانيه عن نادي الزمالك، تجديده طبعا بينفي كل الشائعات. لو فات دو فير نوفو كونتراي دو برولونجي سا 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 ني تو سا. C'est sûr que j'ai eu beaucoup d'offres parce que quand هو طبعا يعني اكيد جاله عروض كتيره. طبعا لما تبقى بطل الدوري مع الزمالك والناس عارفه قد ايه بطوله الدوري صعبه وانك تاخدها مع الزمالك الموضوع مش سهل. جاله عروض كتيره، بس هو يعني بالطبيعه كده كان حابب اكتر، كان حاسس ان هو عايز يكمل اكتر مع النادي، عشان كده جدد. الموضوع ما خدش منه تفكير كتير، هو عايز يكمل. هو مبسوط جدا من الشغل اللي بيتعمل، حتى لو في ظروف صعبه او بنواجه ظروف صعبه، بس هو مبسوط جدا من الشغل اللي موجود ومن الفرقه وعايز يوصل لحاجه كمان. الصفقات الجديده، عوده اللاعبين المعارين، تعاقد عمر كمال عبد الواحد، حمدي نقاز، هل الصفقات دي شايفها كافيه لتدعيم تيم نادي الزمالك للموسم الجديد؟ وهل كان عنده رغبات في مزيد من الصفقات؟ بور لانستون جو مسون. لا، هو مع المجموعه دي من غير اي اضافات اصلا حققنا نتائج، ومع الجهاز ده حققنا نتائج كثيره. فالاضافات اللي جت للفرقه كلها طبعا هتضيف كتير للفرقه كلها، كانت حاجات احنا محتاجينها، لعيبه احنا محتاجينها، بس هو مش شايف ان احنا كنا محتاجين حاجه اكتر من كده. هو بالعكس، هو شايف ان في كام لعيب مشي او طلع اعارات، ده يفيد شويه ان العدد يبقى اقل، في التركيز يبقى العدد احسن. وايا كان هيكون في عندنا بان من الفيفا او مفيش بان، هو شايف ان المجموعه كده يعني الناس اللي موجوده فيها امكانيات كثيره مهمه جدا ومفيده جدا للفرق. لسه كنت اساله في قصه ايقاف القيد، شايف لو المشكله دي لم يتم حلها، هل هو عنده بلان بي او عنده خطه بديله للتعامل مع المشكله دي، ولا شايفها ازاي بشكل عام؟ لو بلان بي سي سامبلومون دو فير افيك لي جوار كي بورون جوي تو سامبلومون. لا، هو احنا كمان يعني سواء فيفا بان او مفيش فيفا بان، هو مفيش بلان بي قوي. هو كده احنا راجع لنا، غير اللعيبه اللي جبناها جديده، راجع لنا من الاعارات لعيبه كتيره مهمه جدا، لعيبه كتيره جامده جدا زي مصطفى فتحي ونجم، هيفيدوا الفرقه جدا هجوميا. pourront participer ont suffisamment de talent pour nous aider au niveau offensif, ça c'est le plus important. لقاءين في غايه الاهميه امام نادي تذكر الكيني في منتصف شهر اكتوبر القادم، شايفهم ازاي وبيستعد ليهم ازاي؟ بون ليزا بريباري اون اي سي ان ستاج اون اي ان ميسيون كوماندو. طبعا هو المعسكر ده معمول عشان نعد كويس للماتشين ضد فرقه تذكر الكيني، وكمان عشان نعد اللعيبه الدوليه التونسيه واللعيبه الدوليه المغربيه اللي هيروحوا منتخباتهم، وخصوصا كمان اللعيبه الدوليه المصريه اللي عندنا منهم عدد كبير هنا، وان هم عندهم ماتش مهم جدا مع ليبيا، لازم يبقوا جاهزين وعلى اعلى مستوى. ويقدر يعني بكل تواضع يقول للمستر كيروش ان هو يقدر يعتمد على لعيبتنا فنيا وذهنيا وبدنيا كلهم جاهزين وعلى اعلى مستوى. مونتالمون اي فيزيكمون كونتي سور لي جوار دو زمالك بور لا سيليكسيون كي سون 100%. غياب شيكابالا المحتمل عن اول 8 لقاءات في الموسم الجديد، شايفه الى اي مدى ممكن يكون مؤثر على تيم نادي الزمالك؟ سي بور سا كو شو كونتون دو روتور دو جوار كوم مصطفى فتحي. عشان كده، عشان موقف زي كده، هو مبسوط من عوده عمر السعيد ومصطفى فتحي ونجم. دي ناس ممكن تعوض اي غيابات للناس الثانيه اللي موجوده، وما فيش اي فرق. الموسم اللي فات ما كانش عندنا حلول كتيره، كان في الناحيه الهجوميه ما كانش عندنا حلول كتيره، وعشان ننافس على بطولات كتيره محتاجين لعيبه يعني كذا حل هجومي كتير. سوليسيون دو رشانج لا سا نو دون بوكو دو بوكو دوبسيون اي سي سا سي تري انتريسون. فين قبل التمرين كان في مداعبات ما بينه وما بين اللعيبه، بقاؤه مع فرقه نادي الزمالك لفتره اطول، الفوز ببطولات، كلها امور بتزيد من الانسجام ما بين الجهاز الفني وما بين كارتيرون وما بين لعيبه نادي الزمالك. وي سي ان ميساج فور دو ما بار بيسكو جي انفي دي. هو وموضوع التجديد ده كمان يعني هو رساله قويه بتبين ان هو واثق جدا في الناس اللي موجوده في النادي وفي الشغل اللي موجود في النادي،
وشايف انه في استقرار ممكن يبقى موجود في النادي، ومش محتاج يتكلم او يقول. فكره ان هو جدد دي لوحدها بتودي يعني توصل رساله ان هو واثق جدا من الشغل اللي موجود ومن الناس اللي موجوده. ميم مونتري ليكزامبل ان مونجاجون سور لا دوري. تلاحم المواسم بالتاكيد بيحتاج يعني يبقى في روتيشن في السكواد، واعتقد هو اجاد التدوير في اللقاءات الاخيره من الموسم اللي فات، وكانت واحده من اهم اسباب فوز نادي الزمالك ببطوله الدوري. شايف ان هو السكواد اللي موجود في الوقت الحالي يساعده طبعا مع تلاحم المواسم مع طول الموسم ان هو يقدر يستفيد من كل اللاعبين بشكل جيد ويخدم تيم نادي الزمالك. بس طبعا الكره اتغيرت والكره اتطورت، وما بقاش فيه زي زمان اللي هو شهر مايو وخلاص بتاخد اجازه شهر ومواسم بتتلاحم. ناس بره بتتكلم ان هي ممكن عايز تلعب كاس عالم كل سنتين، فلازم برضو تاخد في اعتبار الماتشات الدوليه كتير. ولازم بقى دلوقتي يعني بطريقه جديده بتشوف امتى ممكن تدي راحه للعيبه وامتى ممكن تزود في الحمل التدريبي. واحنا كنا شغالين كويس كده الفتره اللي فاتت، يعني الموضوع نفع معانا كويس وكسبنا البطوله. ف هو شايف ان هو يقدر بالسكواد اللي موجود وبالامكانيات اللي موجوده ان هو يقدر يتعامل مع الموقف ده. اخيرا اكيد هدفه مع تيم نادي الزمالك الفوز بكل البطولات، لكن يعني تاريخيا الزمالك عنده عقده ان الفوز ببطوله الدوري بيبقى على فترات متباعده ومش بيقدر ان هو يفوز بالبطوله مرتين. ازاي يتعامل مع ده، وازاي حاطط للعيبه نادي الزمالك الحافز للفوز بالبطوله مره ثانيه واسعاد جماهير نادي الزمالك للمره الثانيه؟ depuis mon arrivée au Zamalek c'est vraiment بيقولك طبعا دي حاجه هو كان يعني بيحاربها من ساعه ما جه. هو شايف ان الناس زي ما تقول بتتكل على الاحداث التاريخيه، واي حاجه بتحصل ان الزمالك لما بياخد بطوله ممكن يقعد كتير عشان ياخد بطوله بعدها. الكلام ده مش صح، ومين يعني مين قرر الكلام ده؟ الكلام ده حصل، بس انت اللي بتقرر ايه اللي بيحصل. انت على دورنا احنا كجهاز ومع اللعيبه ان احنا نغير الكلام ده. وهو شايف ان احنا قدرنا نثبت ان احنا نقدر نغير الكلام ده الفتره اللي فاتت. دات كاباب دو شانجي سا اي دات كاباب دابورتي ا سيت ايكيب دو لا ستابيليتي اي كومبري او نيفو دي ريزولتا.